تحدث ناصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عن أزمة ناديه المالية موضحا أنه لأول مرة منذ فترة كبيرة يتواجد جهاز فني يبدأ فترة إعداد للفريق الأول بالإسماعيلي. وقال ناصر أبو الحسن في تصريحاته أن نادي الإسماعيلي مديون بمبلغ يقدر ب 2 مليون دولار ونحن نعمل على إنهاء الأزمة خلال الفترة القادمة. وتابع نسعى لاستعادة مكانة الإسماعيلي وتصحيح مسار الفريق الأول خاصة في بطولة الدوري. نحن لدينا تصور واضح ومحدد لحل أزمات النادي. وأشار لأول مرة منذ سنوات طويلة يكون هناك جهاز فني يبدأ فترة إعداد. وأريد توجيه الشكر للكابتن علي أبو جريشة بسبب تعاقده مع جهاز فني محترم بقيادة إيهاب جلال. وأضاف ناصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي أن الفريق لأول مرة يخوض فترة إعداد ثم سنبدأ الموسم، وهذا الأمر لم يحدث في النادي منذ سنوات، وأيضا سنعمل على إيجاد مستحقات اللاعبين. واختتم تصريحاته أنه من الصعب التعاقد مع لاعبين وضمهم للنادي خلال فترة الانتقالات الجارية بسبب أزمة منع القيد.